Alors, l'autre mic, c'est là où web du public, web du soir public, et toi, le chef, il faut autant se mettre dans le social pendant des minutes. Vas-y, explique. Hein? J'ai dit le sujet par le open call. Transparence, open call, corruption. Transparence et participation citoyenne. Et ma hâte, je vais te dire, pas de mal, expérience zéro sur la participation citoyenne. Moi, j'assure sur la participation citoyenne, ouais, sur la transparence. Les choix d'ici. Oui. أول واحد في الكورة. أول واحد قوم. إيه أصل واحد كذا واحد فيه. وين الطاولة كذا؟ سيس. وين الطاولة؟ بسيت ها؟ سيت واحد. بسيت ودي؟ سيس. نحضروا نعملوا ان تيم كل تيم نمشيو ندقوا باب الشركات ندقوا باب الدنيا كل كلهم يتربون كل تقول انتم صغار باهي انا قبل نحس في غدوه وبرمش على راحتي هذا ايش قلنا بها على الاخر على الاخر على الاخر من احنا صغار كلينا ياسر 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 بالكلام برشا باش نعملوا ديزيفينمون بيان باش نوصلوا نفرحوا العباد باش نوصلوا معناتها نعملوا من وقتنا من تعبنا من قرايتنا من فلوسنا باش جوست نوعي العباد اللي كيفنا لي جون اللي من ليسيتنا من ليسيات اخرين باش يكونوا معنا خاطر نحنا كنا عندنا فكره واحده اللي هي كنا في كيل باتول كبير 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 اللي هو ديجا قاعد يغرق نتاع تونس ان شاء الله كنا ثم كل واحد عنده قدره نتاع مين نجم يفرخها من الباتول هذاك باش يغرق باش يطلع بينا لفوق هذيك هي رسالتنا كل واحد نعملوا نعطيه البوش باش يهز يده وينحي قدرة الماء من البحر يحطها في البحر باش نقعدوا نكملوا نمشيو على خاطر تونس بالحق كي نشوفوا في الافريق اللي بلدان قبل كنا ميم با نسمعوا بيهم ميم با نعرفوهم في الخريطه يكونوا ديجا يديفلوبي في الواحد ويقويو لي نيفو الكل مش حتى في الانوفيشن مش حتى في المشاريع نتاعهم الكل لي جون قاعدين يتحركوا كيفاش نحن تونس اللي نحن معناتها ديجا حتى بلاصتنا في الافريق تقول علينا نحن لونانيين في الافريق نحن في القدام نحن باش ندرسوا الافريق نحن التوانسه بالحق اقرب وحدين لوروب حتى في عقليتنا في كل شيء لازم نقدر تو حتى مثلا كي نشوف نو زيكسبيريونس مثلا خدمة تيليتيكس انا مثلا تيليتيكس ساديكي كولي وسام رجب تيليتيكس ساديكي كولي بالحق مع ساديكي كلوب خدمة كبيرة على الاخر وصلوا يخدموا ليل ونهار على الشوسوريك وعلى الكل تصور صغار ما عندهمش حتى المورد الرزق حتى حكايه باش يعملوا ايفينمون اللي هو يوصل فيته منين يجيبوه من خدمه من كل شيء من ديزيفينمون يكونوا معناتها صغار بحق يخدموا خدمه كبار بكدي والمشكل انه كان يحكي توا هشام على كومبيتونس صغار بالحق تخدم بكدي 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 وبحق اكثر من كبار وموتيفي وكل امورها واضحه تجيب دي كادر في دي سوسيتي في شركات كبار يوصل يقول لك اللي راهو مثلا سوش راك مش جيلي صغار شنو
باهي ان شاء الله ان شاء الله تطلع عليا هون ورويا لا كارت فيزيك كي تكبر تطلع عليا ان شاء الله. علاش كي تكبر؟ يا اخي كنت صغير انت سامحني معناها ما تخدمش ما تخدمش تمشي ليسي تقرا تروح تركض تروح فيسبوك اهو تقرا سي بون سلام ما توعيش وقتاش تاكل وقتاش باش كي تدخل خدمه تولي كل نهار ليل خدمه قرايه خدمه غربه سيكولاسيون صغار وقتاش تدخل وقتاش باش توعي بلادك وقتاش باش ترفع كي تدخل مثلا تقرا تمشي للفرد توا مادام كانت تحكي قالت ولدها نم على 3 سنين قراهم في تونس 3 سنين باش يقعد يقرا ليل ونهار وبريبا ودنيا كله وهو احفظ هذا الشمع وهو يقرا كل وقتاش باش يتعلم يمشي ينجز في المجتمع كان مش في الديسيت في 18 كان مش حتى قبل وقت اللي العبد ما عندوش حتى مسؤوليه حتى شيء قدامه كل كان انجاجمون ديجا حتى في السياسه ديجا قبل الحركات الكل ديما كي تتبدل يكثروا الشيوخ يوليو كوم كوا رزان وكل او نحكي ونناقشوا كل ليه الصغار هما اللي قدموا الصغار هما اللي ما يخافوا من شيء مازالوا في بداية حياتهم ما عندهم حتى شيء كي تجي توقفوا شو عملت؟ نحن مثلا انتيرات كلوب بليس دويان توا نجريهم والعباد باش نعاونوا وراك دي اسوسيسيون معنا انتيرات الناس دي نجريهم والعباد باش نعاونوا نعمل ديزيفيمون مثلا كوليك نجوش نعمل كوليك نعمل ايفيمون سبونسورين نديرو بيو فلوس ونعمل ديزاسوسيسيون ديزاسوسيسيون ساعات نجوش ديزاسوسيسيون كان ممكن عطلنا تليفون علاش خاطرنا صغار يقول لك راه كيف فما ما نكونش عاملين شيء هلا يا ميت رمضان على بوين ديجا مازالوا كان عشيين ونجيو على قفه رمضان على قفه الخير باش نعاونوا العباد برشا عباد تحتاجنا وبرشا عباد تحتاجهم وتحتاج الناس الكل تحيا تونس.